أيضا للمزيد من المتابعة في نفس الملف بينضم إلينا الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية. دكتور أيمن أنا برحب بحضرتك طبعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، وخليني أبدأ مع حضرتك فيما يتعلق بهذه الجلسة التي ستعقد لبحث انضمام فلسطين بعضوية كاملة إلى مجلس الأمن، يعني ما المتوقع فيها ولو أنه معروف يعني؟ تفضل. بعد التحية لكم، طبعا تابعنا خلال عام 2011 محاولات الحصول على عضوية كاملة، وكان هناك طبعا عدم مقدرتنا على تمرير القرار بالخط الأزرق أي حصولنا على 9 أعضاء، وكان هناك تحديدا أصلا من استخدام فيتو أمريكا، فقررنا الذهاب للأمم المتحدة للحصول على عضوية عضو مراقب، لأن هذه صلاحيات جمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، وبعدها استمرنا كعضو مراقب. الآن أعتقد الأمور نضجت، هناك متغيرات في مواقف دولية من ضمنها فرنسا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، هناك قطاعات دولية تتحدث عن ذلك، لدينا اليوم 139 دولة تعترف بنا، وهناك قدم الطلب مستندا إلى هذا الأمر. فهنا نتوقع إن مرر بالخط الأزرق أن يكون هناك فيتو أمريكي أو بريطاني، وبالتالي أمريكا وبريطانيا على المحك بشكل كبير جدا. يجب ألا نحبط حتى لو كان هناك فيتو، وأنا حتى كنت أتمنى أن يؤجل كل هذا القرار حتى طبعا أو المطالب إصدار هذا القرار حتى نهاية هذا العام وظهور نتائج الانتخابات الأمريكية، فإذا طبعا أخفق الديمقراطيين فسيوافقوا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما حدث في قرار 23-34 في ديسمبر عام 2016 عندما أخفق الديمقراطيين، ولكن هناك طبعا اعتبارات سياسية تقيس المجموعة العربية والإسلامية في وأصدقائنا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، وبالتالي رأوا أن هذه خطوة، وأن هذه الخطوة حتى لو كان هناك فيتو أمريكي أو عدم تمريرها بالخط الأزرق فهذا لا يعني أننا لن نتقدم مرة أخرى، لن نتقدم مرة أخرى خلال طبعا هذا العام إذا أحبطنا اليوم. لكن أعتقد والحقيقة هذا هو السؤال دكتور أيمن، يعني لو سمحت لي، هذا الطلب مقدم من عام 2011 إعادة إحيائه الآن في هذا الوقت تحديدا مع وجود تأكد من أن هناك فيتو أمريكي سيكون يعني موجود، إلى أي مدى الوقت يعني صحيح دكتور أيمن؟ يعني أنا قلت كمتابع سياسي كنت أتمنى أن أؤجل الأمر إلى أن تضع الانتخابات الأمريكية أوزارها حتى نوفمبر، قد نتقدم في ذلك في ديسمبر كما حدث في عام 2011 في ديسمبر، لكن ولدينا تجربة بصراحة أن في ديسمبر عام 2016 كما أشرت الديمقراطيين وافقوا على تمرير قرار بإدانة الاستيطان قرار 23-34، ولكن عندما أخفقوا في الانتخابات كنا بالأساس ننتظر هذا الموعد، ولكن طبعا صناع السياسة رأوا أن هذه فرصة لنتقدم لنكشف هل الأمريكان والبريطانيين جدين في الاعتراف في الدولة الفلسطينية أم هذا فقط استخدام إعلامي، وهذا لا يعني أننا لن نتقدم مرة أخرى حتى إذا كان هناك فتح قنوات اتصال مع الأمريكان أو الديمقراطيين بعد أن تضع الانتخابات أوزارها، لا نعلم هل سيفوز الديمقراطيين أم سيخفقوا، وإذا أخفقوا قد يكون هناك فتح حوار جديد. لكن كما أشرت هذه كانت وجهة نظرنا، ونحن كأكاديميين ومتابعين نقول ذلك، لكن صناع القرار قد يكون لهم وجهة نظر أخرى أعمق مما نقوله نحن، لأن نحن العادي من يكون داخل الملعب غير من يشاهد من خارج سيناريوهات هذا الأمر، لذلك ننتظر إذا أقر طبعا أو كان هناك فيتو. أنا أتمنى أن يكون فيتو ولا يكون عدم تمكننا من تمرير القرار بالخط الأزرق، معروف الخط الأزرق حصولنا على 9 أعضاء للموافقة على الذهاب للقرار للتصويت، إذا كان لدينا تمرير بالخط الأزرق فهذا انتصار، والفيتو الأمريكي أو البريطاني أعتقد سيكشف طبعا يعني كذب هذه الدول التي تتحدث عن أنها بالإمكان أن تعترف بالدولة الفلسطينية. هناك دول تقدمت بأكثر من 50 مرة للحصول على عضوية حتى حصلت عليها. طيب خليني أسألك على الجانب الآخر عن المتوقع قبل عيد الفطر المبارك دكتور أيمن. يعني حتى الآن بصراحة نحن في سباق مع ساعة الزمن في الوصول إلى هدنة قبل الوصول إلى عيد الفطر الذي لم يبقى عليه إلا 48 ساعة. طبعا ستعقد جلسات اليوم في القاهرة، هناك أخبار تأتي من غزة وأخبار طبعا غريبة أن الاحتلال ينسحب من كل قطاع غزة ويبقي فقط فرقة واحدة، فرقة من فرقة النحل التابعة لجفعاتي في منطقة نتسريم، وهي منطقة التي تفصل قطاع غزة شمال عن جنوب في منطقة شمال وادي غزة، وهي أنشأت بها مباني قرصانية وشق بها طريق. هل هذا هو المكان الذي سيبقى به الاحتلال؟ بالفعل انسحب الآن من كل قطاع غزة بعد أن تكبد بالأمس في منطقة خان يونس طبعا خسائر كبيرة باشتباكات نوعية من قبل المقاومة. بالتأكيد إذا كان هذه الأجواء تمت الانسحاب لتهيئة الأجواء إلى المفاوضات، فهذا يقول نحن أنجزنا مرحلة مهمة جدا من المفاوضات، هو انسحاب الاحتلال من قطاع غزة إلى تخوم قطاع غزة،
يبقى الملفين هو عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، طبعا من رفح إلى الجنوب حتى وادي غزة سيسمح، لأنه لا يوجد إسرائيليين حسب التقرير التي تصلنا من غزة. يبقى عودتهم إلى غزة والشمال، لأن هناك كما أشرنا لدينا فقط شارعين رئيسيين، شارع الرشيد مقفل وشارع صلاح الدين يوجد به الآن دبابات إسرائيلية في منطقة نتسريم أو منطقة شمال وادي غزة، لذلك سننتظر هذا الأمر. يبقى الملف إذا كانت الأمر أيضا هذا نضج، فيبقى لدينا فقط ملف الأسرى وهو ملف الشائك، نتمنى أن يصل إلى ذلك، لكن أنا لا أعتقد أننا سننجح في ساعة الزمن التي تسابقنا أن نعتمد ذلك قبل العيد الفطر، لأن نعرف أن تمرير هذا القرار يحتاج يومين لدى حكومة الاحتلال، يوم للكابينت الحرب وكابينت الحكومة ثم الحكومة نفسها، وبالتالي تحتاج إلى جلستين في اليومين متكاملات. الحراك داخل دولة الاحتلال من ذوي الأسرى مهم جدا، بانتظار الساعات القادمة أتمنى أن تكون ساعات تجلب خيرا لشعبنا الفلسطيني وأن تنتهي هذه ماكينة القتل وهذه الحرب المستعرة منذ ما يزيد عن 184 يوم. نعم، طيب دعني أيضا أسألك عن الأوضاع في الداخل الإسرائيلي دكتور أيمن. يعني كما أشرت هناك مظاهرات كانت مستعرة، لأول مرة يخرج طبعا أحد مؤيدين نتنياهو المتطرفين يدهس مجموعة من المتظاهرين كما تابعنا أمس، وتلقت بظلال كبيرة لدى الشارع الإسرائيلي. بنعرف أختي الكريمة حتى طبعا لا نكون مبالغين في أن الشارع الإسرائيلي لن يخرج بحالة عصيان مدني كامل، لأن هذا سيدفع باتجاه حرب أهلية، لأن مؤيدين اليمين مسلحين ومؤيدين اليمين لا يقلوا عن مؤيدين عن المعارضين أو المطالبين بإطلاق سراح الأسر الإسرائيلي، وبالتالي أو من هم ضد نتنياهو، وبالتالي قد تكون الأمور أكثر طبعا ضراوة، والدولة العميقة لا تريد أن تصل الأمور إلى حالة الاشتباك الصريح بينهم، وبالتالي قد يتدخل في أي لحظة لسحب فتيل هذه الأزمة. حتى الآن أنا أعتقد الأمور رغم تصاعدت يومين الماضيين، دخول إلى محاولات الدخول إلى منزل نتنياهو في قصرية في القدس، محاولات الدخول إلى مبنى الكنيسة في تل أبيب، كل ذلك لا يعني بشكل أو بآخر أننا قد نجد انهيار كامل لهذا الكيان. وصلت الصورة، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن الرقبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور.